صحيح، طيب خليني ابدا معاكم من مباراة الذهاب، انتوا كنتوا موجودين معايا في حلقة ليلة الامتحان يوم الأربعاء اللي فات، واتكلمنا على السيناريو المتوقع، إلى أي مدى أنتوا بالنسبة لكم النتيجة اللي حققها الأهلي في رادس مرضية؟ أبدأ بأحمد. نتيجة 0-0. نتيجة مرضية طبعًا، لكن مش مطمئنة، يعني م. لأن هي نتيجة خادعة. انا بشوف ان الترجي التونسي نجح في النتيجه اللي هو عايزها ممكن تبقى شايف ان الترجي التونسي ما حققش النتيجه اللي هو طبيعي بيلعب على على ملعبه وسط جماهيره لكن ميجيل كاردوزو هو مدرب عارف وعايز ايه النتيجه هو عارف يلعب قدام النادي الاهلي نادي اعتقد هو الاقوى في افريقيا وعارف ان هو كان او كان السيناريو اللي رسمه في دماغه ان هو يطلع بنتيجه اللي طلع بيها زي اللي طلع بيها 0-0 او ممكن يخطف هدف وده حصل في اول خمس دقائق كان ممكن يخطف الهدف اللي طبعا اللي ضاع في اول 3 دقائق بالظبط فاعتقد ان السيناريو بالنسبه ومضعش. له هو شوبير انقذها شوبير ايوه شوبير انقذها طبعا شوبير انقذها آه وشوبير طبعا متالق في أي. دوره ابطال افريقيا لا عم يقدم مباريات كبيره جدا اللي ف... شجعه على ده يعني هل تعتقد انه آه تاهله على حساب سان داونز من بريتوريا بمكسب 1-0 ضد سان داونز يقول لك اخلي رهاني على مواجهه الاهلي وان كان الاهلي يختلف برضه عن سان داونز هو راجل مش مدرك للاهلي في ملعبه وسط جمهوره الدنيا عامله ازاي لكن هل ده ممكن يخلي يخليه يفكر انه ااجل الرهان لو ما استقبلتش في تونس ااجل الرهان لل لمواجهه القاهره؟ هل في ممكن مدير فني يفكر بالطريقه دي؟ يعني بص يا احمد فني عاقل يفكر بالطريقه دي؟ بص خلينا نبدا من من حيث انتهينا في الحلقه اللي قبل اللي سبقت لقاء الاهلي والترجي في رادس وقلنا ان ميجيل كاردوزو هيختار انه يلعب النادي الاهلي بالطريقه اللي لعب بيها النجم الساحلي في الدوري مش الطريقه اللي لعب بيها داونز في دوري الابطال وده لسبب ان النادي الاهلي ما بيبقاش عنده المساحات الكبيره لو تفتكر لما اتكلمنا وشرحنا بالحالات ان النادي الاهلي ما بيبقاش في خط ظهره <applause> المساحات الكبيره اللي كانت موجوده في خط ظهر سانداونز نظرا لان سانداونز بيندفع من الدقائق الاولى وتقريبا طوال احداث اللقاء هو هجوميا بحثا عن الفوز ودي مدرسه ولكن مدرسه النادي الاهلي ان انا حتى لو ما مش هندفع هجوميا ولكن انا بقف كويس قوي بعرف انظم خطوط الدفاعيه اه النادي الاهلي كان هيستقبل هدف من بالمناسبه احنا لو جينا اتكلمنا عن كره الهدف اللي انقذها مصطفى شوبير وان شاء الله يكون تصدي البطوله لانه اخرجه بصعوبه كبيره جدا الهدف او الجمله دي جت نتيجه اصابه علي معلول لان علي معلول خرج اه وكان حصل حتى كلام بين حسين الشحات وامام عاشور على مين يرجع يغطي معلول في الدقيقه دي كان التراجع اه فده طبعا من الحاجات برضو اللي تقولك ان, إن كره القدم بتحبك لسه عايزه تبقي على حظوظك لان استقبال هدف في الدقيقه الرابعه تقريبا كان هيعقد الحسابات نوعا ما لان كان النادي الاهلي هيضطر ان هو يخرج من المناطق الخلفيه وبحثا عن هدف التعادل ما كنتش عارف ايه السيناريو ممكن تستقبل هدف تاني يصعب حساباتك تماما ولكن خلينا نقول ان نتيجه الصفر صفر هي نتيجه خادعه في كل الاحوال خاصه بعد او او مع اصرار الكاف على تطبيق قاعده الهدف خارج الارض بهدفين فالنادي الاهلي هيدخل لقاء السبت مع افضليه الملعب والجمهور ولكن بيقابلوا بنادي الترجي اللي داخل مدعم بقاعده الهدف خارج الارض بهدفين وانا بشوف ان الاثنين اصبحوا متساويين انت آه عندك ميزه كبيره جدا ملعب هيمتلئ عن اخره معتاد اللعب عليه ولكن كمان الترجي عنده افضليه كبيره جدا في حاله لا قدر الله انه هدف في ملعب استاد القاهره، فاعتقد ان المباراه لا زالت على الورق زي ما بدانا في تحليل المباراه الاولى، هنبتدي في تحليل المباراه الثانيه ان المباراه لا زالت على الورق 50 50 مع افضليه نسبيه للنادي الاهلي ان المباراه الثانيه هتلعب على ملعبه والتركيز الدفاعي الكويس هيحميك من قصه ان انت لا قدر الله تستقبل هدف وساعتها تقدر هجوميا تحرز هدف او هدفين يطمئنوك تماما ويعدوا بيك للتتويج ان شاء الله.